ها هي ضايط عوا بعدما كانت بحيرة من الماء تحولت إلى مرعى للبقر والأغنام. بحيرة ضايط عوا في 2012، زرتها في 2021 وباليوم بالضبط، وهذا ما وجدته وصدمت للحالة التي وصلت إليها. فانظروا إلى هذه الصور المؤلمة. ها هي ضايط عوا بعدما كانت بحيرة من الماء تحولت إلى مرعى للبقر والأغنام. فقد جفت البحيرة التي كانت واحد البحيرة فيها 5 أمتار ديال الماء تقريبا، 5 أمتار، 140 هكتار ديال الماء، لكن الاستغلال البشري المتمثل في الآبار دائما وأبدا ومزارع. إذن على امتداد الكيلومترات والكيلومترات، وبالضبط يعني يمكن أن نقول آلاف الهكتارات، قد تم غرسها بأشجار الورديات، تفاح، مشمش وغيرها من الورديات. بالفعل هذا أمر عادي جدا والاستثمار الفلاحي مطلوب، لكن النتيجة نراها اليوم، نراها في كل المناطق، فحتى هذه المنطقة التي تعتبر بكل صراحة يعني مصدر للماء، فيها منابع أم الربيع، كانت فيها العديد والعديد من الضايات، ها هي كلها التحقت بضاية عوا، فضاية حشلاف وغيرها من الضايات كلها. إذن كل هذه الضايات قد يبست، وبالطبع هذا شيء يجعلنا نقول بأن منطقة سوس قد ناضلت لمدة طويلة ولم يحدث لها ما حدث لهذه المنطقة التي في ظرف 10 سنين كل الضايات قد جفت، وحتى الماء فإنه ينضب شيئا فشيئا وبسرعة أهول بكثير مما هي عليه في منطقتنا. كما تلاحظون هذا هو الفندق اللي كان جانب ضايط عوا، هو مقفل منذ 2008، وها هي اللي بغى يشريه ساقو هنا غادي ندير بحال الكرتي، هذا اللي البيع منذ 2008، ولكن شكون اللي غادي يشري هذا بعد ما جفت ضايط عوا؟ ها هي فين كتبها لكم ضايط عوا الان، كتسرح فيها يسرح فيها البقار والنعاج كما قلنا. ها البوست الكتريك مسكين تا هو باقي غير علامة ديال على ايام زمان. على كل حال دوام الحال من المحال كما يقال. هذه هي ضايط عوا وما تبقى منها، اليوم جينا باش درنا فيها واحد الجولة استطلاعية. عندي صور بحيث كان فيها الماء، غادي ننشرها نيت وغادي نبينها لكم هنايا. لا ما بغاش. فارس المغوار عاد من غزوة قام بها لفتح الأندلس من جديد،
إلا أنه كاد أن يسقط على وجهه، لأنه لولا الألطاف الإلهية لكنت الآن ربما أعرج ومشيت ندخلها بالمعقول بالأبيض الهوارية، جيت نجي على قنوفتي. صافي الله. سير حسن، زيد زيد زيد.